دراسة أمريكية حديثة كشفت أن الاكتئاب لدى المراهقين يمكن تشخيصه بشكل أسرع وأكثر دقة باستخدام الفحص بالمسح على الدماغ. ونقلت صحيفة ديلي ميل عن علماء جامعة كولورادو أن اختلال الأداء في أنظمة المخ المرتبطة بالانتباه أو الحالة العاطفية قد يساعد على التنبؤ بمسار الاكتئاب بين المراهقين. وأظهرت الفحوصات بالمسح أن الحالات التي ظهر بها تنسيق أقل بين المناطق المعنية بالاهتمام الموجه نحو الأهداف تلاها تسجيل زيادة أكبر في الاكتئاب بعد أسبوعين وتقلبات مزاجية أكبر.